تاخذوا واحد التدابير واجراءات فيما يخص تامين راس السنه الميلاديه الجديده. خدينا على فترتين او شقين، الشق الاول اللي ابتدى من الحصه الصباحيه المسائيه اللي خدا واحد الفتره ديال التسريع، سيروا الجولان في جميع المدارات والتقاطعات، مع شكلنا دوريات كذلك راكبه ودوريات راجله، بالاضافه الى وضع سدود متحركه منها قضائيه ومنها اداريه. هذه الفترة الأولى، أما الفترة الثانية اللي هي ما بعد ساعات الإغلاق اللي غتكون انطلاقا بعد منتصف الليل من الساعة 12 لغاية الساعة 6، واللي كتعرفوا فيها أنه لازم تحترم هذه الإجراءات ديال هذه الجائحة هذه، أن كاين فيها استثناءات فيما يخص العمل أو التطبيب أو الاستشفاء. ما دون ذلك راه اللي غتكون واحد الإجراءات قانونية اللي غنتاخدوها في حق اللي ما كيعبث بهاد الأمور هادي. بمناسبة حلول السنة الجديدة سنة 2022، قامت ولاية الأمن طنجة على باقي على غرار باقي ولاية الأمن بربوع المملكة بوضع مجموعة من التدابير الأمنية اقتضت مواكبة الاحتفالات الخاصة بالسنة الجديدة، بحيث أنها أمنت المدينة على مختلف النقاط والمناطق اللي كتعرف اكتظاظ وتحرك المواطنين. على هذا الأساس كانت وضعت خطة العمل تقتضي أن يكون تأمين انطلاقا من الصبيحة إلى غاية الساعة 0، على اعتبار أن المواطن مسموح له التحرك في هذه الساعات، كذلك المحلات التجارية والمقاهي والمطاعي غتبقى تشتغل إلى غاية الساعة 23 و30 دقيقة، بعد ذلك غادي يكون المنع، بحيث أن التأمين ديال المواطن خلال هذه الفترة ديال الصباح إلى غاية الساعة 0 تأمنت بجميع الوحدات الأمنية اللي ساهمت فيها مختلف المصالح التابعة لولاية الأمن طنجة، بحيث الفرق اللي كانت تنتمي لفرق الأمن العمومي، فرق الشرطة القضائية، السلامة العامة، بالإضافة للوحدات ديال الوحدات الخاصة ذوي المهام الخاصة، بالإضافة للوحدات المرور اللي أمنت المدينة ككل، باش على أساس يمر الترحال والتجوال، كذلك تحرك المواطنين في مختلف ربوع المدينة في ظروف عادية. وغيكون الشق الثاني من المهام الأمنية غادي نقصر على الانطلاق من الساعة 10 ليلا الى غايه الساعه 6 صباحا. في هاد الفتره بالضبط غيتمنع التحرك ديال المواطنين على مستوى المدينه ككل، بعد ما غيتم اقفال المحلات التجاريه والمقاهي والمطاعم ومختلف المرافق العموميه اللي كيقصدوها المواطنين، غيتم الاقفال ديالها على الساعه 23:30. بعد ذلك غيكون المنع التام باستثناء الحالات الخاصه بالعمل اللي مسموح لهم يخرجوا الناس اللي غادي المحلات العمل اللي غادي للعمل ديالهم، غيكون مسموح لهم بالخروج، كذلك الاشخاص اللي هما في ظروف صحيه تستدعي الامر التنقل باتجاه المستشفى او الكلينيك، كذلك فيما يخص الاشخاص اللي في حاجه للدواء اللي غيكونوا يقصدوا الصيدليات. من هذه الناحيه هذه وضعت ولاية الامن ضباط شرطه قضائيه وصاغت السدود على مستوى محاور المدينه، الاساس الهدف ديالهم هو انهم يزجروا المخالفين لهذه المقتضيات الحظر الصحي اللي اخذته السلطات العامه فيما يخص الوباء، على اعتبار ان تم القيام بحظر التجول الليلي انطلاقا من الساعه 0 الى غايه الساعه 6 صباحا، واللي غيخالف هذه المقتضيات غيكون موضوع مساءله، وذلك بانجاز محاضر استماع للمعنيين او الاداء الفوري حسب ظروف ديال الشخص، الاداء الفوري ديال الغرامه اللي غادي تواكب هذا الخروج ديالو.
الأمنية اللي احنا واقفين عليها هي امتداد الإجراءات الأمنية المتخذة على صعيد ولاية أمن طنجة، والتي تأتي في سياق تنزيل الأمثل التعليمات ديال السيد مدير العام للأمن الوطني، القاضية بشديد الإجراءات الأمنية بهذه المناسبة ديال نهاية السنة الميلادية حماية للمواطنين، سيما أنها تأتي في واحد الظرفية اللي هي مشوبة بتفشي الوباء ديال كورونا، قصد اتخاذ الإجراءات الكفيلة لحد من تفشي هذا الوباء من جهة، وكذلك ضمان تجول للمواطنين واحد الشكل اللي هو كيضمن لهم السلامة الجسدية والبدنية ديالهم، خصوصا وان كنعرفوا ان العطله الفتره كتزامن مع العطله المدرسيه، مدينه طنجه كتعرف اقبال، لهذا احنا قمنا بهذه المجموعه من الاجراءات حمايه للمواطنين سواء المحليين او الزائرين. كذلك ابتداء من منتصف الليل تحديدا غادي ندخلوا في اجراءات اخرى اشد تطبيقا للقرار ديال اللي اتخذته السلطات المحليه السلطات العموميه عفوا، والقضية بمنع التجول ابتداء من الساعة 0 لغاية الساعة 6، اللي هذه الإجراءات بطبيعة الحال هي إجراءات احترازية اللي اتخذتها السلطات العمومية القصد الحد من تفشي الوباء. ولأجل هذه الغاية ولاية أمن طنجة راه جندت اتخذت واحد المجموعة من الإجراءات أشد من خلال تنصيب واحد المجموعة من السدود إدارية وقضائية، بالإضافة للمجموعة من النقاط ديال المراقبة في نقاط محورية للحد من السير والجولان ديال السيارات وكذلك التجول ديال المواطنين. الآن لأجل فرض الاحترام القانون وكذلك المساهمة في الحد من تفشي الوباء. تابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي ليصلكم كل جديد.